موجز الأخبار على الحياة فام. موجز 7:30، أهلا بكم. بهدف تمكين العائلات ذات الدخل المحدود بجهة سبيخة من مقاسم سكنية اجتماعية، عقدت أمس الخميس جلسة عمل بمقر بلدية سبيخة تحت إشراف والي القيروان وبحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة وشؤون العقارية إضافة إلى المجلس البلدي، وتم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5 هكتارات بعنوان مقاسم اجتماعية. ودعا المجلس البلدي بسبيخة في بلاغ له المواطنين إلى المساعدة على إيصال المقاسم العقارية إلى مستحقها. تبعا لقرار تعليق الدروس الحضورية وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد، تذكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه بإمكان الطلبة الولوج إلى منصات التعليم عن بعد التابعة للمؤسسات الجامعية العمومية مجانا. من جهة ثانية، نشرت وزارة التعليم العالي قائمة في المطاعم الجامعية المفتوحة خلال شهر رمضان بدواوين الخدمات الجامعية، وقد تقرر في القيروان تخصيص كل من مطعم الحي الجامعي ابن الجزار ومطعم الحي الجامعي صبرا برقادة لتوفير وجبات للطلبة. وزارة التربية تدعو إلى تمكين أساتذة البكالوريا والتاسعة الراغبين في التدريس من استئناف العمل لإتمام البرنامج والتعمق فيه، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية أمس الخميس إثر جلسة عمل مع اللجنة الفنية المشتركة في إطار التنسيق والتشاور بين وزارة التربية والشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك قصد النظر في ظروف العودة المدرسية بعد 30 أبريل، وقد تم ترك أشغال اللجنة المشتركة في حالة انعقاد للتفاعل مع المستجدات. التوقيع على مذكرة تفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية لتبادل الخبرات وتطوير تطبيقات مراقبة الأرض لرصد النظم الزراعية والغذائية. ووفق بيان المنظمة، من شأن هذا العمل المشترك أن يزيد من قدرتها على مساعدة البلدان في استخدام مراقبة الأرض لغايات الإحصاءات الزراعية ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يأتي توقيع الاتفاق بعد أيام من تعيين رائد الفضاء الفرنسي لوكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة، وذلك على أمل المساعدة في التغلب على تحديات الجوع المستمر والمتنامي والحفاظ على بيئة الكوكب وتنوعه البيولوجي. نهاية الموجز، قدمه لكم ناجح الزغدودي. أسعد الأوقات مع الحياة فام، وجمعة مباركة. موجز الأخبار على الحياة فام.